اجتمع أعضاء مبادرة 5+5 دفاع برئاسة الجزائر لاستكمال مسار المشاورات حول قضايا الأمن والاستقرار بالدول المتوسط في ظل تنامي دور الجماعات الإرهابية بالمنطقة ومناقشة ما تمخض عن الاجتماع الأول المنعقد في مارس المنصرم بالجزائر. إن التعاون متعدد الأطراف الذي يجمعنا من خلال اللقاءات ذات المستوى العالي والتمارين والمؤتمرات والمشاريع التي أثبت نجاعتها ويعزز قدراتنا المشتركة في التصدي للتهديدات التي تلوح في فضائنا الجغرافي. إن البعد المقلق الأحداث الجارية في المنطقة وانعكاساتها على الجانب السياسي يبرز أهمية وضرورة الحفاظ على مكتسباتنا والاستمرار في حوار الذي يترجم تطلعاتنا إلى الأمن والاستقرار. أجندة اللقاء تشمل أيضا دراسة البرنامج التكويني لدول المبادرة الذي يدوم إلى غاية 2020، محوره التغيرات المناخية وآثارها على الأمن بالمنطقة المتوسطية. إن المنفعة المنبثقة عن تبادل معارفنا وخبراتنا وتنفيذ الإجراءات المشتركة من أجل التوافقية بين القوات المسلحة لبلداننا والقيمة المضافة المحصل عليها على مستوى التكوين والبحث التي تعبر كلها عن الأهمية التي نوليها لمحاربة الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والأشخاص والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والتحديات الأخرى المتمثلة في التغييرات المناخية والدفاع السيبرناتي التي قد تترتب عنها آثار وخيمة على الأمن. ليجتمع مجددا الأعضاء العشر للمبادرة 5+5 دفاع في 15 ديسمبر القادم بالجزائر من أجل المصادقة على مشروع مخطط 2017 لوزراء الدفاع.